موضوع آخر، تناشد طفلة نور المنحدرة من ولاية بشار وزارة التضامن قصد مساعدتها للحصول على رجل اصطناعية بعد فشل جميع محاولات عائلتها في الحصول عليه. الطفلة نور ولدت بتشوه خلقي على مستوى الرجل اليسرى، وما أثر عليها في حياتها اليومية خاصة في تنقلها إلى المدرسة. مدي بوشتة رصد لنا تالي. لنكون ماشية ليكول، ماما اللي تديلي المحفظة وتجيبها لي، والزملاء نتاوعي يقعدوا يقولوا لي رجلك طويلة رجلك قصيرة، ونطلب من وزارة التضامن أن تنظر إلي بعين الاعتبار ويخدموا لي البروتوز بأسرع وقت ما يمكن. ملي زات بإعاقة خلقية، ديناها من هكا عندها 3 7 أيام، ولا ديتها درت ليها فوت عليها درت ليها راديويات، صيفطوني للجزائر طبيب في الدويره تخصص عظام جراحه عظام. مشيت ملي مشيت له، كل خطره مشيت له الخطره الاولى دار عطاني لي راديو ولوكوغرافي، من بعد قال لي كانجور، ما قال لي والو، قال لي غير رونديفو كانجور. عاود من بعد كيما هكا كاينه نفس الحاله، من بعد بدا يعطيني بالشهر، كي الرابعه في الخطرات ولا هكا كاينه قال لي الخطره الجايه نصورها، وشاف الملف نتاعها قال لي ممكن نصيفطها لفرنسا. حنا نتمنوا ان شاء الله اذا كان شي مختص يشوف لنا هذه الحاله نتاع البنيه، وعندنا بالنسبه للمركز تاع الاخر تاع صنع الاعضاء الصناعيه هذه ما راه بعيد علينا بزاف سيدي بالعباس، وحنا هنا منين يجيك البروتوز يجيك صغير الى الشان.